وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم بالتعريف إن الذين آمنوا حرف النون هنا إن حرف غنة مشدد يغن مقدار حركتين والحركات مثل خفض الأصبع أو بسطه إن الذين آمنوا ما الطبيعي حركتين وطبعا كما قلنا الحركة مقدارها خفض الأصبع أو رفعه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات هنا الصاد من حروف الاستعلاء المحكمة لا يصح أن نقول الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم لذلك النون من جنات والنون من نعيم حرف غن مشدد يغن مقدار حركتين والحركة مقدارها قبض الأصبع خالدين فيها شوف كلمة واحد يقول لك خالدين لا صح لا يجوز خالدين ما ينفعش لأن الخاء هنا من حروف الاستعلاء وحكم حروف الاستعلاء التفخيم خالدين فيها شوف هنا المد ما الطبيعي فيها وعد الله حقا واحد يقول لك حقا حقا القاف هنا من حروف الاستعلاء الحروف المفخمة خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها هنا بدأ التنوين وقع بعده حرف
من الحروف المرموزة في قول المتن صف زاثنا كم جال شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى دع ظالما. طالما تنوين وقع بعده حرف التاء خلق السماوات بغير عمد ترونها. وهنا الاسم الإخفاء الحقيقي ظن حرفتين بغير عمد ترونها. وألقى واحد يقول لك وألقى وألقى في حروف الاستعلاء. نعم شوف يعني يعني التحفة والجزرية عرفتنا مخارج الحروف. ومخارج الحروف حينما تكون صحيحة يكون قرآنا عربيا غير ذي. وألقى في الأرض روائح قلنا إيه خلق السماوات بغير عمد ترونها. وألقى وألقى في الأرض في الأرض في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. مد اللازم كلمة هذا المد يسمى المد اللازم الكلم المثقل كلم مثقل زي الحاقة الطامة الصراقة. هذا بيسمى المد اللازم الكلم المثقل وفيه الحرف المثقل وهو أوائل السور. وبث فيه يمد ست حركات قولا واحدا. المد اللازم الكلم المثقل يمد ست حركات قولا واحدا. وبث فيها من كل وأنزلنا هنا بقى وأنزل إخفاء نون ساكنة وقع بعدها حرف من الحروف الخمسة عشر اللي هم حروف الإخفاء وأنزلنا من السماء ماء. السماء ماء والسماء مد متصل يمد بحفظ أربعة وخمسة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فأنبت لذلك داء إقلاب نون ساكنة وقع بعده باء باء اسمه إقلاب لذلك وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل إخفاء حقيقي من كل زوج كريم إخفاء حقيقي وهكذا. يبقى عرفنا الإدغام بغنى حركتين والمد اللازم الكلم المثقل ست حركات. المد المتصل أربعة أربعة وحركات أو خمسة قولا واحدا. والمد المنفصل زي يا أيها يا أيها فيه الوجهين القصر والمد يا أيها وحكمه الجواز لأنه فيه الوجهين القصر والمد. يا أيها حركتين يا أيها أربعة وخمسة داء المد المنفصل. والله أعلم وأعلم نرجو الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بالقرآن. مد منفصل میں پسندیدہ قول کیا ہے کیونکہ شیوخ مد منفصل نہیں کرتے قصر کرتے زیادہ قصر کرتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ روایت امام بخش میں جو ہے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس میں قصر سے بہتر یہ ہے کہ اس کا مطلب مقدار متصل سے کم ہو منفصل کی لیکن یہ کہ کی جائے دو الف سے تین الف کے دوران کی جائے مد منفصل مد منفصل ما هو قول الرازي عند الشيوخ في مد منفصل. نعم ما هو قول الرازي عند الشيوخ التجويد في المد المنفصل. نعم فيه وجوه. نعم فيه وجوه يعني حفص من طريق قصر الطيبة يجود له القصر والمد. حفص
عن عاصم فيه قولان المد قولا واحدا والقصر والمد قولان فيه قولان وهكذا الى رحم الله ابن الجزري ألف بيت كامل تنبيها وتعريفا للتنبيه والتأكيد على تعليم أحكام التلاوة. قال والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن فهو أخذ لأنه به الإله أنزله. هكذا منه إلينا وصل. هو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. باللطف في النطق بلا تعسف. واللفظ في نظيره كمثله الى اخر ما شاء الله. فيعني ربنا يعلمنا ما جهلنا. امين امين. حوالي الان